أول شيء الحمد لله رب العالمين، بقول للشعب الأردني كاملة كل عام هم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليهم الصحة والسلامة. بقول هارد لك لأخواني نادي سحاب، وإن شاء الله القادم أفضل. بقول لفريقي الله يعطيكم العافية وألف مبروك عليكم الفوز والثلاث نقاط. الشباب الحمد لله رب العالمين قاعدين بيحاولوا يعني للأمانة يعني يطبقوا اللي بنتمرن عليه، اللي بناخده من جرعات تدريبية. ما شاء الله عليهم، أنا مبسوط منهم كثير، وللأمانة إحنا قاعدين بنحاول نصل، أو إن شاء الله أنه وصلنا لسيناريو لتشكيل لأسلوب طريقة لعب إن شاء الله إنها تساعدنا لنكون رقم صعب بدور المحترفين. كابتن خالد، يعني من يراقب أداء نادي السرحان، فريق لا يمتلك المقومات المالية ولا يمتلك أيضا اللاعبين المحترفين على سوية عالية، لكنه يمتلك الطموح واستطاع أن يحقق ما لم يحققه الآخرون. طيب شكرا لك، أنا الكلمة هاي حبيت أسمعها منك عشان أرد عليك وعلى كل. أول شيء بجوز الأمور المادية صعبة على كل الفرق على كل الأندية، في ناس بتعاني من جوز من سنوات، احنا الحمد لله امورنا اسهل شوي من غيرنا، يعني افضل من غيرنا، والحمد لله الموسم هذا عملنا يعني مع الاداره على شيء يعني يخفف المديونيه ويخفف الامور، اكيد علينا دين لكن اخف من غيرنا الحمد لله رب العالمين. بس بدي اقول لك على موضوع اللاعبين اللي عندي، بالنسبه لي انا شايفهم احسن لاعبين بدوري المحترفين، بمتلك فريق بحبوا بعض، فريق بحاول يؤدي افضل ما عنده، انا هذا اللي بهمني انه بحاول يؤدي افضل ما عنده ويقدم افضل ما عنده. شكرا لهم، وزي ما قلت لك حتى لو لا سمح الله كان في خساره او تعادل هذا شيء احنا راضين فيه، لكن انا بقول لك دائما في كل الاحوال انا عاجز عن شكر اللاعبين اللي قاعدين بيحاولوا يقدموا افضل ما عندهم ويتحدوا كل شيء. بالنسبه لي اي واحد يقول اللاعبين مش في مستوى محترفين، بالنسبه لي انا شايفهم افضل لاعبين المحترفين. كل التوفيق، الله يسعدك ويحفظك، كل التوفيق، مبارك هذا الفوز حبيبي، الله يبارك في عمرك، الحمد لله على السلامة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ربي يسلمك.